بسم الله الرحمن الرحيم. اعضاء مدونه مكتك العرب اهلا بيكم. كان في ناس سالت ازاي اقدر اجيب الوصله اللي في الشارع وبثها للمشتركين عندي شبكه داخليه يعني نتورك داخلي من غير تقطيع والصوره نظيفه جدا. فاحنا عارفين ان اغلب البرامج ما بيبحثش في التيونر، لما انت بتجيب الوصله الخارجيه بتجيلك تيونر فانت بتحطها في التلفزيون وتشغلها، لكن احنا المره دي هنحطها في كارت التلفزيون بتاعنا في الكمبيوتر سواء كارت يو اس بي او كارت بي سي اي. عندك وصله كده اللي هي فتحه التيونر، بتروح مدخل فيها الكارت، بتدخل فيها السلك بتاعك وتبدا تعمل بحث عن القنوات اللي شغاله في الوصله ومبثها للناس. فالبرنامج الوحيد اللي بيدعم البحث في قنوات السلك الدش هو البرنامج ده. تمام، هنضغط عليه كده انكودر. تمام يا رجاله، بيقول لي ايه اكسبريشن انكودر اهو، بيقول لك هنبدا شغل. هيعوز منك سيريال، هنحط السيريال ده، نجهز السيريال كده كوبي، هنجهز السلك كده، هنجهز السيريال. تمام، وهنروح على كسبت موافق وهقول له نو وهقول له نيكست. طبعا هو بيطلب منك السيريال في الاول بس انا عشان كنت مستطبقه قبل كده ما طلبوش، لكن السيريال هو اللي انا بقول لك عليه ده، هتاخده كده كوبي وتحطه له، هيقول لك ايه تمام. طيب وبعدين هقول له انستول، في اوبشن هنا لا مش عايز حاجه تاني، انستول. تمام، هيعمل الانستول للبرنامج بتاعك. طبعا انت حاطط كارت اليو اس بي التلفزيون وحاطط السلك بتاعك في الكارت. تمام، فانا منتظر اهو لحد ما يخلص خالص وهنشوف ازاي نعمل بحث واخد القناه بالسهل للناس. تمام كده البرنامج، تمام حلو قوي، خلاص كده فينش. تمام، كل اللي هتعمله هتروح كده على البرنامج بتاعك. فين البرنامج اللي سطبناه اهو؟ تمام، انا هحطه ايه بنتو تاسك بار عشان يبقى ظاهر لي انا. بس كل اللي هعمله هروح افتح البرنامج بتاعي، هذا البرنامج بتاعي اهو. هيقول لي عايز تختار ايه، عايز تختار ايه، اختار تحت اللي هي اللايف، اللايف 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 اللي انت شايفها دي، هروح ضغطه عليه كده ضغطة واحدة بس. تمام يا رجالة، أنا دلوقتي شابك كارت تلفزيون يو اس بي وحاطط السلك اللي جاي لي من الوصلة بره. بص يا رجالة، هنعمل أول حاجة هنا سيلكت أن أوت بوت تايب. تمام، بيقول لي أنت أهو هتعمل برودكاست على البورت كام؟ 80 80 50 50 زي ما أنت عايز. طيب أقصى عدد كونكشن بسحبها للآخر كده، بيديك 50 عميل أونلاين، بيديك 50 عميل اونلاين بسحبها للنهايه كده. ده ايه؟ ده اللي هو ال عدد العملاء والبورت اللي هشتغل عليه. عادي انا ممكن اكتب البورت 50 50 بايدي، تمام؟ واخد بالك؟ ممكن اكتب البورت 80 80 زي ما هو بيقول. خلاص انا هعملها ايه؟ 80 80. خلاص يا رجاله؟ طيب هنحط اد لايف سورس، هنحط اللايف سورس بتاعنا. بنيجي هنا، طبعا دي خلاص ظهرت لك كده، بنيجي هنا الفيديو ديفايس، الفيديو اللي معاك ايه؟ انا هقول له اليو اس بي تي في، ده اليو اس بي تي في طبعا بتاعك انت، لو حاطط كارت تلفزيون هتقول له برضو ايه كارت التي في البي سي اي. طيب الفيديو لاين التيونر اللي هو انا حاطط فيه وصله الدش. طيب عايز الريسايز مود، عايزه يبقى ايه؟ خليه ستريتش، خليه كبير. الاوديو الصوت يطلع منين؟ هقول له برضو من اليو اس بي، من اليو اس بي تي في ديفايس. هو في ماتش دلوقتي مصر والسنغال، ماتش مهم جدا وانا بحاول اشرح عشان اوريكم هنعمل فيه ايه. تمام تمام كده. طيب خلاص انا كده دخلت ده. طيب في بقى خاصيه البحث، فين خاصيه البحث اللي تقدر تجيب لي القنوات اللي موجوده في على الوصله؟ شايف الكونفيجر ده اهي، هفتحها تي في تيونر دايلوج، هفتحها كده وهجيبها هنا وهختار دي، هقول له بال. لو انتوا واخدين بالكو ابتدى يظهر هنا الصوره اللي هي بتاعه الوصله بتاعتي اهي، وهبدا ادور على القنوات، بقعد اطلع كده واحده واحده لحد ما القناه تظهر لي. بس انا عارف ان قناتي تقريبا في حاجه و80، انا بقول له 82 مثلا اهو، هطلع كمان 83 ما جاتش، انا عيني هنا، عيني هنا اهي 84 85 6 7، بقعد اقلب كده لحد ما ايه القناه تيجي، يا اما اقول له اوتو، بس سيبك من اوتو وخليك قلب بايدك عشان ما تاخدش وقت. ادي القناه جت اهي،
القناه جت قدامي اهي، هقول له ابلاي القناه جت، وهو قال لي اهو الاستديوز لوك دي جت اهي، واوكي خلاص كده القناه اصبحت معايا اهي. تمام يا رجاله، القناه اصبحت معايا اهي. طيب انا عايز اظبط الايه، عايزين نظبط الجوده بتاعت الفيديو والحاجات دي كلها. تمام، بص يا رجاله، بيبقى ظاهر لك، احنا خلاص كنا شغالين في الاوتبوت، طيب ظاهر لك في الانيكود، انيكود لو هي مش ظاهره روح على الويندوز من فوق كده وعلم على كل الحاجات دي صح عشان تظهر. تمام، طيب الانيكود تمام اهي، الفيديو بيقول لك الفيديو انت عايزه يبقى كام، 350 جوده الصوره، جوده الصوره تبقى معاك كام، البيت ريت انا اقدر اعليها زي ما انا عايز اهو، اعليها مثلا لكام، ل 1800 1900. تمام يا رجاله، خلاص ل 1900. طيب عندك هنا الاوديو نقدر برضو نعليه جامد قوي اهو، هذا الاوديو الفاليوم كام اهو، مثلا الفاليوم لحد هنا كده. تمام يا رجاله، وبعدين اروح على الميتا داتا لو اتبوت، خلاص احنا مختارين البورتات، كل اللي هعمله بقى ان دلوقتي اقول له ستارت. بص يا رجاله عمل ايه، ستارت اشتغل قدامي اهو، جميل قوي قوي. لو انا رحت على تيست هنا، نقفل بس الصوت ده، لو انا رحت هنا على تيست وقلت له وريني النتيجه بتاعت الشغل اللي انا عملته ايه، فتح معايا يا رجاله الايه، فتح معايا الصوره اللي انا ببثها حالا للعملاء. طيب انا بقى عايز ان انا ادي العملاء يتفرجوا على الصوره بتاعتي دي، وطبعا ده لوكال داخلي، دي قناه داخليه. هفتح برنامج الفي ال سي بتاعي مثلا، هقول له وسائط افتح ضفق شبكه، هكتب اتش تي تي بي، اسف اتش تي تي بي اي بي جهاز الكمبيوتر بتاعي 10.0.0.30 على بورت 8080 اللي انت عملته، اي بي جهاز الكمبيوتر اللي انا ببث منه اهو. بصوا كده يا رجاله 10.0.0.30، حلو قوي. خلاص اقول له شغل، بنتظر لحد ما ايه يخلص اهو. بصوا كده يا رجاله، ده القناه شغاله قدامي اهي، طبعا ده بالتصوير البطيء. طيب عايز بقى نحفظها، هروح على وسائط احفظ قائمه التشغيل وديسك توب قناه الشبكه، اكتبها هنا قناه الشبكه اهي، وهقول له سيف وهقفل. لو جيت كده اشغل، لو اديت للعميل الايقونه بتاعتي ده اهي وضغط عليها ضغطتين اتنين، هنشوف زي ما انتم شايفين كده، ده قناه الشبكه بتصبر لحظه وبتظبط معاك اهي. خلاص يا رجاله تمام، شايف الصوره ظابطه معاه وشغاله، شغاله من غير اي تقطيع. طيب لو انا عايزها بقى كمان، لو انا عايزها، لو العميل ما عندوش في ال سي انا ممكن اشغلها له على الميديا بلاير. فكل اللي هعمله هجيب تيست ده اهي كده، وهروح رايح هنا، او بلاش دي عشان الموضوع ما يبقاش ايه صعب عليك. هفتح الويندوز ميديا بلاير بتاعي، برنامج الويندوز ميديا بلاير بتاعي العادي خالص اهو، بروجرام فايل ويندوز ميديا بلاير، ده البرنامج بتاعي. بصوا يا رجاله كل اللي هعمله ان انا هفتح قائمه فايل اوبن يو ار ال اتش تي تي بي، نفس اللي انا عملته اتش تي تي بي من غير مجله بقى ومن غير اي حاجه خالص، 30 على بورت 8080، اوكي تمام يا رجاله. وبعدين ايوه حلو قوي كده اهو، ابتدى يفتح. اشتغل معايا تمام، هفتح انا بقى فايلز واقول له سيف، سيف البلاي ليست اهو على الديسك توب، هسميها قناه الشبكه، قناه الشبكه برضو. قناه الشبكه 2 وهقول له سيف. فبصوا بقى يا رجاله دلوقتي العميل حتى لو مش مسطب في ال سي هتدي له الايقونه ده اهي، يضغط عليها ضغطتين كده بس يشوف الايه، القناه بتاعتك والصوت عالي جدا والصوره نظيفه جدا اهو.
ولوكال داخلي يعني ما فيش تقطيع نهائي اهي. واخدين بالكم يا رجاله اهي الصوره قدامك اهي بدون اي تقطيع وبدون اي حاجه شغاله عادي خالص. يا اما يفتح الايقونه دي ويشتغل برضو يتفرج عليها عادي خالص. تمام اهي شغاله. طيب عايز اشوف الناس اللي شغالين دلوقتي حاليا وضعهم ايه. بيقول لك اهو 10:00:30 اشتغل، وبيجيب لك ايباهات الناس والحاجه اللي الناس اللي شغاله ستاتكس خارج وداخل منك قد ايه اهو. تمام وكونكتد. طبعا انا بقدر اظبط الجوده بتاعت الصوره جامد من هنا. هعمل ستوب اهو، عملت ستوب، انتظر لحظات كده وبعدين اروح على الانكود. اقدر اعلي الجوده جامد قوي من هنا، بلعب في الاعدادات دي بعلي الجوده جدا. الفريم بتريت هسيبها زي ما هي، ماشي حلو قوي. هقول له ستارت، انا عليت شويه الجوده، نشوف كده الجوده فعلا علت شويه ولا لا. اهي طبعا طالما هي شبكه داخليه فمش هتفرق معاك، والسرعه هتبقى كويسه جدا جدا مع العملاء طالما الايه الصوره في شبكه داخليه. بصوا الصوره فائقه، الصوره نظيفه جدا اهي، الصوره نظيفه جدا وشغاله. وبرده على الفي ال سي الصوره كويسه جدا اهي وشغاله اهي. تمام يا رجاله اهي، لو شايفين الصوره نظيفه جدا يبقى انا اخدت الوصله بتاعتي وبثتها للعملاء بتوعي. واخدين بالكم يا رجاله، اخدت الوصله بتاعتي وبثيت للعملاء بتوعي يتفرجوا اهو. وطبعا مش مستهلك حاجه من السي بي يو لود كتير، 23%. عايز كيسه قويه ونظيفه تقدر تبث بيها قنوات الوصله بتاعتك زي ما انت شايف كده، مش هتتكلف اي حاجه خالص، انت كده كده جايب الوصله والبرنامج شغال مع المشتركين، البرنامج شغال اهو، ما انتش محتاج اي حاجه خالص اهو شغال. تمام يا رجاله شغال، تقدروا تحطوا على المجله وتقدروا تدوها ايقونه عاديه خالص زي اللي انتم شايفينها ده. طبعا هحط لكم البرنامج والسيريال بتاعه وتقدروا تعملوا اللي انتم عايزينه، اي شرح او اي حاجه تانية تظهر باذن الله هقول لكم ممكن نستفيد بايه تاني. شكرا ليكم والسلام عليكم.